سبعة القيسي رسمه مصمم الديكور بدأ حب رسم عندي مرحلة الطفولة تجاه الأهل والأصدقاء وأساتذتي كان إلى دور أساسي في تطوير الرسم عندي مرحلة الابتدائية مثل أي طفل بديت أكتشف هواية الرسم عندي بديت أكتشف حبي للألوان وصولا إلى صف السادس ابتدائي مثلا متوسط صار عندي شغف إنه أني أرسم الشخصيات الحقيقية أوصل نسبة من الواقعية لذلك بديت أدرب إيدي أطورها على إنه أوصل هاي المستوى وصلت مرحلة السادس الإعدادي إلى موضوع السادس الإعدادي صار عندي شغف إنه أني أدخل عالم الرسم أكثر أتعلم الألوان، أتعلم تكنيك الألوان، أتعلم كل نوع رسم وتكنيكه، مسكت الفرشة وهي كل نوع رسم. تنظمت أكثر من معرض، شاركت بأكثر من معرض ويا أكثر من فنان، وصار مرحلة إنه أني الرسم أريده ما يكون فقط هواية، أرجع لها وقت الملل أو وقت الفراغ، وإنما يكون جزء من شغلي، جزء من مستقبلي، لذلك قررت إنه أني أدرس التصميم الداخلي أو التصميم الديكور. حتى يكون جزء لا يتجزأ من الرسم وأوصل مرحلة بالتصميم الداخلي مثل مرحلة الرسم. علي الراوي مواليدي 95 من مدينة الرمادي معاون طبيب وبنفس الوقت فنان تشكيلي بديت الرسم بال 2015 بعد ما تهجرت من مدينة الرمادي شوي شوي طورت نفسي لما سنة واحدة سويت أول معرض إلي بالفن الفيلوغرافي اللي هو صار بالشهر التاسع عاد إحياء هذا الفن بالعراق. الصعوبات اللي واجهتها من دخلت مجال الرسم بالمسامير والخيوط هي أنه المواد كانت ما متوفرة، صعب أنه ألقى طريقة تعلمني، ما كانت يعني بحثت بالجوجل على أشخاص أبد ما شفت أنه أحد يعلمني شلون أشتغل، فشوية شوية طورت نفسي ووصلت بي الحمد لله لمرحلة الاحتراف لدرجة أنه سويت أكبر لوحة بالعالم رسمتها بالمسامير والخيوط النحاسية بحجم 204 متر مربع. هذا الهدف اللي عن قريب إن شاء الله راح أحققه اللي هو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.